ومن الفوائد معلوم أنه يجب على المسلمين أن يكفنوا الموتى، هذا واجب، لكن لا تحرم نفسك أن تأتي إلى مغاسل الموتى وتتبرع بمال لتكفين الموتى ولو مرة واحدة في حياتك. الدليل أو ما هو الثواب؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ومن كفنه، يعني من كفن الميت، ومن كفنه كساه الله من السندس، والسندس هو الحرير.